شرق المنشور تعلى نجد الأنجد في فضاه فضل تمكينه على عنق الرياضي شع من عقده تطور نور يقلدها التميز ونجاح براح في دير. الله لسانك شاعرنا عمر. وننتقل الآن إلى تقييم لجنة التحكيم ومع الأستاذ فالح الغنامي. يا مرحبا يا عمر. والبقرة. الله يصح لسانك. الله يصح بدنك. كتبت قصيدة بيض الله وجهك. وجهك أبيض. والقصيدة هذه كانك تتكلم بمشاعرنا كلنا. قصيدة في ولي العهد الله يحفظه. الله يطول عمرك. والقصيدة هذه تستحق أنها تكون في ولي العهد. جمل الله حالك. بيض الله وجهك. صح الله يسعدك. صح بدنك. شكرا الأستاذ فالح الغنامي. والآن تقييم الأستاذ مرهب البقمي. يا هلا وسهلا. والبقى. طول عمرك. وعمرك. من الكويت. الله الله. من ونعم. ما عليك زود. ربعنا وهنا. الله يطول عماركم. ما عليك زود. يقول من سنين الجهالة كم نزف جرح ونشف حنجور. عليها الفقر ينهم سابقه ويحد. سكينة ينهم سابقه. من وين جبتها ينهم؟ هذه كلمة بدوية. الله يبيض وجهك. وجهك أبيض. على عنق الرياضي شع من عقدة تطور نور يقلدها التميز والنجاح براحة يدينا. بيض الله وجهك وصح الله لسانك ويستاهل سمو سيدي الله يحفظه ويطول عمره. الله يرحمه. شكرا للأستاذ مرهب البقمي. وتقييم الأستاذ معتق العياضي. صح لسانك. صح. الله يبيض وجهك. وجهك. قصيدة جزلة وقصيدة جديدة وواضح عليها بصماتك. الله يرحمه. ورسمك واضح عليها. الله يبيض وجهك. وأشاد أبو فيصل بعض الأبيات اللي أنا مميزها عندي هنا وأضيف عليها البيت اللي يقول عقارب ساعته بالتنمية والمعجزات الدور تبنى العدل واسقى شجرته وارجح موازينه. القصيدة جزلة. والله يبيض وجهك وصح لسانك. صح بذلك. معتك. شكرا أعضاء لجنة التحكيم. شكرا شاعرنا عمر العازمي. مشاهدينا الأعزاء ننتقل إلى فاصل قصير وبعدها إعلان النتائج النهائية. Ha ha ha.